يا زملاء احنا طلعنا ما لقيناش رئيس الوزراء، رفضنا ان احنا نتحدث مع اي مسؤول داخل المجلس، وقدمنا مذكرة قانونية بطلباتنا، وبنقول لهم من هنا احنا بنمهر رئيس الوزراء ووزير التخطيط باعتباره رئيس المجلس القومي للأجور شهر، لو لم يتم وضع حد أدنى للأجور عادل يتناسب مع الأسعار سنقوم برفع جنحة لحبس رئيس الوزراء ووزير التخطيط. موعدنا هنا يوم 1 مايو للاعتصام أمام مجلس الوزراء احتجاجا على حق المصريين في أجر عادل يكفل لهم حياة كريمة. في 1000 موظف تبع رئيس الوزراء بياخدوا 1,000,000 جنيه كل شهر، وفي 30,000 موظف تبع رئيس الوزراء بياخدوا 99 جنيه كل شهر. يسقط يسقط حسني مبارك، يسقط يسقط.